طيبيب صحابي جليل رضي الله عنه، لكنه ذميم الخلقة، أسود الوجه، فقير، ما له نسب ولا شيء. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول: يا جليبيب، أتزوجت؟ ضحك جليبيب، قال: من يزوجني يا رسول الله؟ أنا من يزوجني؟ ذميم الخلقة، أسود الوجه، فقير، ليس لي نسب ولا حسب. قال الرسول: أنا أخطب لك. شفتوا كيف الرعاية؟ كيف أنه حاس بالناس اللي حوله والضعفاء والمساكين الذين له؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وراح يخطب له عند ناس من الأنصار، من القبائل الكبيرة. طق عليهم الباب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني أخطب منكم. الأنصار فرحوا وظنوا أن الرسول هو الخاطب، أو سيخطب لأبو بكر ولا عمر ولا أحد كبار الصحابة. قالوا: نعم يا رسول، نقبل خطبتك. قال: أخطب لجليبيب. قالوا: جليبيب ما غيره، فلان الأسود كذا كذا. قال: نعم، إنه جليبيب. أبو البنت خاف واستغرب، ما قدر يقول للرسول لا. قال: أستشير أمها وأستشيرها. الأم والبنت تشاوروا، قالت البنت: والله لا أرد خاطبا يخطبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأم قالت: ما تزوج، نحن من كبار القوم، كيف يزوجنا رسول الله؟ هذا الإنسان الذي لا قيمة له، يعني في الحالة الاجتماعية، ولا هو صحابي جليل رضي الله عنهم جميعا. هنا جليبيب وافقت المرأة أن تتزوج عليه، وعقد عليها وخرج إلى معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل في المعركة قبل يدخل على هالبنت. لما انتهت المعركة قال الرسول: من تفقدون؟ قال: نفقد فلان وفلان. ما جابوا ذكر جليبيب أبدا. قال: أما أنا فإني أفقد أخي جليبيب، هذا الضعيف اللي ما ذكرته حتى في المعركة أنا أفقده. وراح النبي يبحث عنه فوجده بين الموتى والشهداء، ووجد حوله 7 مقتولين. قال: لقد قتل هؤلاء 7 ثم مات، وأنتم تحتقرونه ولا تذكرونه لي. ثم رفع، يقول الصحابي: والله لم يكن له سريرا ولا أرض إلا يد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ضعيف. فرفعه الرسول حتى بكى النبي صلى الله عليه وسلم. أتزوجت؟